الحجة. فأخونا الكريم سمى نفسه وأطلق على نفسه اسم حسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المحسنين وأن يجعله من التائبين المستغفرين وأن يجعله ممن دخل هذا الإسلام دخولا كاملا وأن يحسن إسلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاحتلوا طيب، سأكرر إن شاء الله كلمات الشهادة وهو مؤذن بعدي إن شاء الله تعالى. الأخ الأصل أصله من إسبانيا والآن هو مسلم كامل الإسلام إن شاء الله تعالى مغربي. أشهد ورسوله